الطاقة الإنتاجية للمعصرة 35 طن ب 24 ساعة، بس الموسم القليل هالسنة وما في إنتاج زيتون، شغل ضعيف بالمرة، يعني أقل من نص. عم نشتغل بالنهار وأقل من النهار، يعني بس بالنهار، بالليل ما في شغل. السبب إني أمطار قليلة والزيتون فيها أمراض وما حمل هالسنة، ما في إنتاج بالمرة يعني، وأقل من نص الإنتاج هالسنة. مياه جوفية ما في عندنا، ما في حدا يروي، وأمطار لحد الآن صرنا بالشهر ال 11 وما في شيء بالأمطار. أول شيء مراحل نقل الزيتون من الجورة على المغسلة، من المغسلة على الجاروشة، من الجاروشة على العجانات، من العجانات على الأنتر، من الأنتر على مصفاية زيت، من مصفاية زيت على التنك. وهالسنة يعني ما في إنتاج لأنه بسبب خفة الأمطار، يعني تقديريا من 300 ل 400 كيلو حسب الإنتاج الزيتون اللي بيجيناه.